صباح الخير مشاهدينا. بعدنا مكفيين مع برج القوس، واليوم راح أخبركم عن علاقة برج القوس ببرج الثور. علاقة غير متوازنة تجمع بين برج القوس وبرج الثور. فمواليد برج القوس طموحهم كبير وبينطلقوا بالحياة بلا تخطيط، وبيحبوا تجربة أمور جديدة، ومتسارعين كتير بقراراتهم وخطواتهم، وهذا الأمر بيرفضوا مواليد برج الثور. فهن بيدرسوا كل خطوة قبل ما يقوموا فيها، وما بيحبوا يتركوا شي للصدفة. برج الثور بيغار كتير على برج القوس وبيلاقي صعوبة بالسيطرة عليه. الحل الوحيد ليحافظوا على علاقتهم هو الحوار الدائم بيناتهم. اضطروني بكرة تخبركم عن علاقة برج القوس برج الجوزاء، وهلا بلش توقعات الأبراج 12 مع برج الحمل. علاقتك بالعمل ممكن تضر بعلاقتك العاطفية. ما تهتم باللي بيقولوا الآخرين، وركز على يلي أنت بدك إياه، رح تكسب النجاح المطلوب. أما عاطفياً، الشريك عم بتزيد ثقته فيك، الأمر يلي عم بخفف كتير مشاكل بيناتكم. برج الثور على صعيد العمل بتحرس تقدم مهم بمساعدة عائلتك وأصدقائك يلي عطول داعمينك. وضعك المالي بتراجع، بس الأمور بتتحسن بالفترة يلي جاية. من الناحية العاطفية، ما تتردد بطلب مساعدة الشريك لما تحتاج له. برج الجوزاء انهار أبداً ما انه مناسب للنشاطات والجهود. ما تقوم بأي صفقة اليوم، يوم بيطلب منك تتحاور مع الآخرين وتعرض أفكارك والتعاون مع زملائك. ابتعد عن الكذب، كن صريح لأقصى الحدود. من كفة أبراجنا مع برج السرطان، عم بتعيش فترة صعبة لأن المسؤوليات كترت عليك، وهذا أمر منك معود عليه. قريباً بينفتح لك فرص جديدة بتساعدك تتقدم، فخليك قريب من أهلك وأصدقائك، وحاول تخصص وقت أكبر لحياتك الشخصية. برج الأسد، حاول تسيطر على ردة فعلك بالعمل، فالتعصيب والتوتر بعلاقتك بزملائك بيأثروا سلباً على عملك وبيضعفوا تقدمك. أما عاطفياً، الشريك عم يمرق بفترة صعبة، تفهمه وكون حده. برج العذراء، أمور منيحة بتصير معك اليوم بتنسيك الضغط يلي مرقت فيه بالفترة الأخيرة. تكتشف بعض الأخطاء بعملك أو بتصرفاتك مع زملائك وبتصححها. بعدت كتير عن أصدقائك هالفترة، فخصص قسم من نهارك لتحسن علاقتك فيهم. برج الميزان، كآبل يوم رفقتك وين ما تروح. علاقتك مع الآخرين رح تكون متوترة، فتجنب الكلام بكثرة، فترة بشعة وبتقطع. أما عاطفياً، الشريك عم بيزيد الضغط عليك من خلال خلق مشاكل بيناتكم. برج العقرب، شجاعتك وقوتك بيميزوك عن الآخرين، فأنت بتعرف كيف تتقدم بمسيرة حياتك الناجحة. فكون صبور بعملك، لأن ممكن قريباً تنتقل لمركز أعلى وأهم. أما أمورك العاطفية كتير منيحة، ومتعلقة كتير بالشريك، وبتقدر تبتعد عنه حتى لنهار. برج القوس، تتلقى مكافأة مالية بتساعدك بتسديد بعض الديون اللي تراكمت عليك. نظم أعمالك من جديد، وانتبه لمصروفك لما ترجع تقع بمشاكل مادية. أما عاطفياً، تنصاب بخيبة أمل كبيرة بسبب خيانة الشريك لك. برج الجدي، بتتمكن من تجاوز الأزمة المالية يلي مرقت فيها، تخلص من المشاكل يلي عم بتواجهك تتقدر تتقدم بسهولة وسرعة أكبر. خليك مثابر وما تخلي الصعوبات تأثر على طموحاتك. من كفة أبراجنا مع برج الدلو، من الناحية المهنية ما تكون عنيد، وعامل زملائك ورؤسائك بلباقة واحترام. بهالطريقة بتحسن التعاون معهم وبتقدروا تحققوا نجاح أكبر. أما عاطفياً، بتعيش مع الشريك علاقة حب مثالية وبتزيد ثقتك فيه. برج الحوت، راجع حساباتك منيح، ممكن تلاقي بعض الأخطاء يلي بدها تصليح أو تستعيد أمر فقدته بالماضي، والأمر رح يكون لمصلحتك. من الناحية العاطفية، اهتم بالشريك منيح فهو بحاجة إلك هالأيام. بالنسبة لمولود اليوم، فهو جذاب وابتسامته دايمة، موهوب كتير، ما بهمه المال والأمور وأمور الحياة السطحية، متفائل دايماً، متهور ومغامر كتير، مغرور، ما بيتأثر بآراء الآخرين وبحب يكون محط الأنظار والمسيطر،
لطيف وكريم مع أصدقائه بس متردد بعلاقاته العاطفية. من مواليد اليوم الفنان اللبناني عاصل حلانة. ولد محمد الحلانة المعروف بعاصل حلانة عام 1970 بمدينة بعلبك اللبنانية. بدأ مسيرته المهنية من خلال فوزه بالميدالية الفضية ببرنامج استوديو الفن. برصيده أكثر من 19 ألبوم غنائي وتعاون مع أهم الشعراء والملحنين وفاز بالعديد من الجوائز. بالإضافة للغناء بتلحين عدد كبير من الأغاني مثل يناكر المعروف، أدمنت هواكي وبيروت عم تبكي. ومعروف عاصي بدعمه للمؤسسات الخيرية العربية وتم تعيينه سفير للنوايا الحسنة من قبل الأمم المتحدة. هولي كانوا توقعات الأبراج لليوم مشاهدينا. أنا بتمنى لكم نهار حلو، بريك صغير ومنكفي من بعده. MTV Live.